البورش صممت لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في ثوان، وعندما تصطدم هذه السيارات وتحترق ينقذ هذا الفريق بقاياها. لورينزو، أنتم أين هو المحرك؟ وو وو وو. عد إلى حجرتك. اليوم عليهم أن يفككوا حطام ثلاث سيارات لكي يصبح بالإمكان استخدام الأجزاء الصالحة للعمل مجددا. لوس أنجلوس موطن الأثرياء والمشاهير وسياراتهم الفخمة، ويقع فيها 130 ألف حادث سير سنويا. وإذا كانت السيارات المتضررة من نوع بورش فيتم إنقاذها هنا في مركز تفكيك سيارات بورش. هاي، لا تسد المدخل، أنزل السيارة. أكبر تاجر لقطع بورش المستعملة في المنطقة تود دا كارمن وزوجته سارة، يتألف طاقمهما من فريقين أساسيين، فريق المبيعات شركة بورش وطاقم التفكيك. يعملون للشركة نفسها، لكن الواقع أن المكتب هو الوجه الآخر للورشة. هذا عمل صعب للرجال، لهذا نمزح معهم وندعوهم إناثا. يدعوننا سيدات المكتب لأن الأمر هين هنا، المكان مكيف ونتلقى مكالمات وقهوتنا جاهزة. المكتب هو الوجه الآخر لحيوانات المستودع. كل هذا يشكل بيئة عمل مثيرة. دعني أخذها. نختلف كثيرا، لكن في النهاية ننجز كل شيء. أول سيارة ستفكك بوكستر طراز عام 2002. تقدم تقدم، توقف. إنهم يسعون وراء أكثر الأجزاء قيمة. المحرك، 90% من المركبات تصدم من الأمام، وحينها يبقى المحرك سليما، وهذا ما نعتمد عليه لنربح المحرك وجهاز نقل الحركة. يرغب الزبائن الذين يملكون محركات بوكستر الأقدم في هذا المحرك الأحدث والأقوى. هذا محرك 3 لترات لسيارة بوكستر، إنه أفضل ويحوي تحديثات وحاقنات أفضل وعادما أفضل، هذا ما يبحث الناس عنه. على هذا المحرك طلب مرتفع، وقد باعه تود ب$6,000. والزبون يرغب في شحنه اليوم. يقود الطاقم مشرف الورشة سام كيشيشيان. هيا أسرعوا، تحركوا. لا أحد يعلم ما هي خلفية سام. أعتقد أنه عسكري روسي. عليك أن تتحدث إليه، أنا لن أقول لك شيئا. سمعت أنه كان اختصاصيا برياضة الجمباز، هذا ما يقوله بعضهم، وسمعت أيضا أنه كان بائع زهور. من يعرف الحقيقة؟ هيا حسنا. لكن ثمة أمرا مؤكدا، إنه يعرف كيف يفكك البورش. لورينزو، جاك، إن سام يطلبك يا لورينزو. هيا بسرعة. عملهم خط دقيق بين السرعة والدقة، عليهم إزالة المحرك بسرعة دون الإضرار به أو بأي من أجزائه. لورينزو. نعم. هيا تعال. يزن محرك البوكستر 180 كيلوغراما، وقبل تحريكه يقوم سام بفحص وقائي. السيارة تعرضت لحادث، ربما كسر دعم محرك الاحتراق الداخلي، وربما يسقط المحرك إذا أزيلت المزاليج. كافة مزاليج المحرك سليمة، والأكثر أمانا إزالة الجزء الذي يدعم محرك الاحتراق الداخلي، وهو الألمنيوم الصلب. ما الذي تفعله؟ أزيل المحولات.
الآن يزيل الفريق المحولات الحفازة، والتي تقلل الملوثات الصادرة عن العادم. معظم السيارات لها محول واحد، لكن البورش الحديثة تحوي 4 لتقليل الانبعاثات. آخر واحد. إنه جزء قيم، ليس فقط لقيمته عند بيعه. تحتوي المحولات على معادن ثمينة كالبلاتين والبلاديوم والروديوم التي يمكن إزالتها وإعادة معالجتها. الآن يفرغون سائل عدم التجمد وزيت المكابح. وأخيراً محاور العجلات. إنهم مستعدون تقريباً لإزالة المحرك. لورينزو! لكن الشاري يصل مبكراً، وتولى جو من قسم المبيعات الأمر. مرحباً إيدي. كيف يسير الأمر؟ محركك جاهز، سيخرج خلال دقائق. سيشحن إيدي المحرك إلى شخص في الفلبين. صديقي لديه سيارتا بورش سيئتان، إحداهما تعرضت لحادث، ومحرك السيارة الأخرى يتخبط، ونحن بحاجة إلى المحرك بكامله. أنت محظوظ إذ لا تتوفر محركات بوكستر عادة. هناك الكثير من البورش في الفلبين، إنهم أثرياء ويشترونها بكثرة. قد يكون زبون إيدي ثرياً، لكن سبب شرائه من هنا هو أنه أرخص بخمسين بالمئة من الموزع. في الورشة يسأل جو عن وضع المحرك. أنتم أيها الرجال، أين محركي؟ الزبون ينتظر هنا. جو، مهلاً، لا تكن لجوجاً يا رجل، سوف تحصل عليه. جو، رجاءً إلى المكتب. جو، رجاءً إلى المكتب. أدعوه جو من بروكلين وأقول له مرحبا جو كلما تحرك. الكثير من الزبائن الذين تحدثنا معهم عبر الهاتف يأتون ويقولون تحدثنا إلى جو الشاب الإيطالي. إذا أعطيتني رقما للقطعة قد أطابقها فورا. ذاك هو جو، اعتقدت أني كلمت رجلا إيطاليا. ولدت وترعرعت في بروكلين نيويورك. يأمل جو أن يخرج المحرك خلال دقيقة. وقع هنا رجاء. لا خلال ساعة. لكن لا يمكنهم استعجال القائد. سيخرج المحرك عندما يكون سام مستعدا. متأكد من أنها واي أربعة. لورينزو، أنزلها بهدوء أكثر. تابع تابع. حسناً، تابع. يكفي، توقف. أنزلها ببطء. حسناً، ثبتها لدقيقة. هل أعيدها؟ أعدها. المحرك ذو 6 أسطوانات خارج السيارة. يمكنك البدء. سأرجع. لكن عمل الفريق لم ينتهي، إذ يريد الزبون المحرك دون جهاز نقل الحركة، وهما متصلان حتى الآن. لحظة لحظة، قربه قليلا إلى هنا. حسنا، لنبدأ. جيد، لنبدأ. ثانية واحدة. إنه أفضل معلم على الإطلاق، فهو يعرف ما يفعل. أنجزت المهمة.
المحرك جاهز للشحن. حسنا، إنه جاهز. أين هذا الجو؟ أطلب منه المجيء. أين الزبون؟ كان مستعجلا. واو، عمل جيد. شكرا شكرا. لقد انتهينا، لكن ما زال هناك الكثير من أجزاء سيارة بوكستر لتفكيكها. شبكات التبريد هي التالية، ثم النوابض الأمامية. هل أخرجتها؟ أجل. يفك الفريق كل شيء يمكن إعادة استخدامه، كل شيء عدا الوقود. أعتقد أن لديك نصف صهريج يا سام. سأضعه في سيارتي، إنه نظيف. يكره سام هدر الوقود والوقت. أجهزة القياس، وحدة التحكم، هيا. يعلم أن هناك سيارتين أخريين ولم ينهوا هذه بعد. يهاجمون الجزء الداخلي الذي يعرف بالكابينة. إنه مليء بأجزاء قيمة بما فيها مجموعة المعايير والتشغيل. لورينزو، هيا أحضر قلم التخطيط واكتب الأرقام. بعد ساعة يزيلون آخر جزء مفيد. أخرجته. عليهم البدء بالسيارة الثانية. انتهينا. أجل أجل. لكن سام أدرك أنهم نسوا شيئا، وهو يشعر بالاستياء. يا رجال، لما لا نستخرج الزجاج؟ لما يا رجال؟ لما يا رجال؟ يواجه المشرف سام كيشيشيان نهارا عصيبا. ومزاجه لا يتحسن عندما يصل حطام آخر. يجب أن نخرج هذه السيارة. لورينزو، تحتاج مساعدة؟ أجل، تعال إلى هنا وساعدني، أنا بحاجة إليك. عليه أن يخرج السيارة من الشاحنة. الواصل الجديد نصف سيارة من طراز 9/11 عام 92. إنه أقل من نصف سيارة فعلا. هيا أسرع. جاءت من المكسيك، حيث بيع الجزء الخلفي هناك لاستعماله في سيارة أخرى. تابع. بالنسبة إلى مالك الورشة تود دكارمان، حتى هذه السيارة قيمة. المقطورة خالية، وبإمكان الفريق إرسال البوكستر إلى آلة السحق لإعادة تدويرها. إلى الأمام. حسناً، توقف هنا. حسناً، توقف. يمكنك التحرك. توقف، توقف. توقف، هيا. أحيانا يكون هذا خطرا، عليك بالحذر. لحسن الحظ تضررت فقط سيارة بوكستر في السقوط قبل قليل. كانت تلك سيارة بقيمة 60,000. لقد انتهت تماما، لا شيء الآن. قيمتها الآن 100 دولار، إضافة إلى 100 مقابل الألمنيوم و100 مقابل النحاس، و30 دولارا للوقود. أجل صحيح. بالعودة إلى الورشة، يبدأ الطاقم بالعمل على السيارة التالية من طراز 9/11 1990. هناك 20 نموذجا حديثا من طراز 9/11، وكلها مشتقة من تصميم عام 63 الأصلي. تغير شكل الطراز قليلا على مدى 40 عاما، وحتى اليوم إنه الأكثر طلبا للسباقات. والسبب محرك هذا الطراز في مؤخر السيارة، وهو موقع يزيد من السحب والتحكم عند المنعطفات بسرعات عالية. فقدت هذه السيارة شكلها في حادث اصطدام من الأمام، ولأن المحرك وجهاز النقل في الخلف لم يتضررا.
يعاد ترتيب جهاز نقل الحركة وأجزاء أخرى. أجل، إنهم يسحبونها، ستكون جاهزة. يبدأ الفريق بجهاز نقل الحركة. إنه متصل بالمحرك ويجب إخراج الوحدة بكاملها. يستعد سام ومعه لورينزو. المحرك وجهاز نقل الحركة بين العجلتين الخلفيتين، وعلى الفريق إزالة العجلتين والمحاور أولا. أنت جاهز؟ يستخدم لورينزو ذراع التدوير على المحور. حسنا، أكثر. توقف توقف، إنه عمل دقيق. دورها أكثر. حسنا. هناك 6 مزاليج يجب إزالتها، وكل منها في موضع مختلف. لا، ليس هنا. إنهم يقتربون، ولكن ليس كما يريد سام. لورينزو، لنسرع. استخدم 13 بسرعة. من هنا؟ أسرع. هيا هيا أسرع. مضخة التكييف آخر ما في طريقهم. هل أبدأ؟ أجل، وقت البدء. حسنا، توقف. إلى الأعلى. جيد، أنزلها إلى الأسفل هكذا. إلى الأسفل، توقف هكذا، توقف هنا. حسنا. يزيل سام المزاليج. لورينزو. نعم. عليك أن توقفها. حسنا، حرك ببطء. تمهل تمهل، تابع. لكن الرفع الثقيل لم ينتهي بعد. عليهم أن يفصلوا جهاز نقل السرعات عن المحرك. لن يكون هناك مشاكل. جيد. أخيرا فصل جهاز النقل. ضعوا بطاقة تبين السعر لجهاز النقل والمحرك. تعب سام. هذا يكفي اليوم، لكن الطلبات تستمر. لدى جو جهاز آخر يجب إخراجه اليوم. هذا ناقل الحركة لرينو؟ أجل. جيد، الرجل ينتظر. قصة زبونه تقليدية. كان الرجل يقود سيارته قادما من كندا وقد علق في رينو في نيفادا. سحبوا ناقل حركة سيارته ويحتاج إلى جهاز لكي يعود إلى منزله. أوه، لامع. متى سيأخذونه؟ لا أعرف، هذا ليس عملي. وفق العرف يجب ألا يأتي رجال المبيعات إلى الورشة. جو يغامر الآن. يجب أن يذهب المبرد مع الناقل. هذا كثير، أنا أفهم جيدا. سنضعك في الصندوق ونرسلك بعيدا. أفكر بفكك. توقف توقف. جو، هلا دخلت وعدت إلى العمل؟ عد للعمل يا جو. جو هو الموظف الأحدث في المكتب، لكنه بدأ كزبون. كان لدي 3 سيارات بورش، وكان النافذ مسدودا ولم يكن يمرر الدخان، لذا جئت إلى هنا في أحد الأيام وكنت كطفل في متجر للحلوى، وتعلقت بالمكان منذ ذلك الوقت. ما الأخبار يا جو؟
لا شيء، إنني أبيع. إنه الآن بائع من الصفوة بالنسبة إلى الشريكة سارة دي كارمن. كنت أنظر إلى أرقام المبيعات، كنت ممتازا. بلا ريب. أحسنت. وداعا. وداعا. يتجه جو وطاقمه نحو الهواتف. لديهم قائمة انتظار لقطع 9-11. أجل لدينا القطع. مجموعة النوابض الخلفية تساوي 1600 دولار، المحاور 800، المكابح 400 لكل منها، المقاعد 1000 دولار للزوج. يبدأ فريق التفكيك بمجموعة النوابض الخلفية، وهي قطعة ثقيلة بوزن 20 كيلوغراما. كلما أزالوا المزيد ازدادت الصعوبة. أمسكته، إنه ثقيل لأن المحاور متصلة به. يقطعون سلك مكبح الطوارئ. حسنا. سلك مكبح الطوارئ. حسنا. ومجموعة النوابض اليسرى حرة. ينتقلون إلى المقدمة. يمكن استخدام هذا الجزء. هناك القليل مما يمكن إنقاذه هنا. هذا هو الشيء الوحيد المتبقي في المقدمة، والباقي متضرر كثيرا. سنأخذ المكابح والباقي إلى الخردة. أمسكها هنا. هذا أحد المكابح. أخيرا وليس آخرا ينقذون الكابينة. 42. يصنفون كل قطعة ويضعونها على الرف. في النهاية أنقذ الفريق ما قيمته نحو 14,000 دولار من القطع. انتهينا. هذه السيارة انتهت تماما. 9-11. أجل. ليس هناك مشتر بعد لهذا المحرك نموذج 9-11، لكن هناك مشتر لهذا المحرك الأقدم. محرك نادر توقف تصنيعه، يبرد بالهواء. مرحبا. مرحبا. كيف الحال؟ هل ستأخذ المحرك؟ أجل. إنه محرك قديم. نعم. والذي توقف صنعه. أجل، إنه نادر. يرمم تيم هذا الشاحن التوربيني النادر من طراز عام 89. لقد صنعت 639 سيارة فقط من هذا الطراز، وقد أراد تيم واحدة منها منذ أن كان بعمر 22 سنة. اليوم يكاد يستحيل إيجاد محرك لها، ومركز التفكيك في لوس أنجلوس يتفرد بتوفيره. تلقيت 4 اتصالات للحصول على هذا المحرك هذا الأسبوع، فالجميع يريده. دعني أريك. إنه هنا، تعال معي. هذا هو وحشك، هذا آخرها. عكس التقنية الحديثة، يبرد هذا المحرك بالهواء الذي يسحب إلى الداخل بمروحة، وهي طريقة تبريد محركات بورش لثلاثة عقود. لكن معايير الانبعاث أصبحت أكثر صرامة، لذا غيرت بورش التقنية عام 97، وحفظت محركات بورش الحديثة على التصميم ذي 6 اسطوانات المسطحة. الاسطوانات 6 افقية، ما يشكل جاذبية منخفضة المركز تزيد من السحب والتحكم. وبالنسبة إلى هاوي كلاسيكيات مثل تيم، هذا النموذج هو الأفضل. أوه، يبدو هذا رائعا، هذا ما أبحث عنه. خطة تيم: زيادة قوة المحرك 50% بإعادة تركيب خاصة. كل شيء جيد، سأخذه. هنا. في المكتب يتعامل المالك تود دي كارمن مع سيارة تم احتجازها كرهينة. اهدأ قليلا. امرأة شابة فجرت محرك سيارتها. اتصلت به، واتصل الأب والبنت بالورشة، لكنه لن يتخلى عن السيارة. حاول الميكانيكي إصلاحها وفشل، ولن يترك السيارة حتى يدفع أجره. حسنا، كم أجره؟
اعرف واخبرني فورا. باي باي. يحاول المالك بيعها، لكن المشكلة انه يدين بالمال للورشة، لذا لن تتخلى الورشة عن المركبة من دون الحصول على المال. يريد أن يدفع له مقابل تخزينها وتفكيكها، لأنك عندما تأخذ سيارة إلى ورشة يفككونها للفحص، وهناك نحو 500 إلى 1000 دولار مستحقة على المركبة. لذا على المالك والورشة إيجاد حل للمعضلة. لكن الطاقم منشغل جدا لكي ينتظر تحرر سيارة البوكستر المحطمة. عليهم أن ينتقلوا للعمل على السيارة التالية، وهي ليست جميلة. فقد سائق سيارة الكاريرا هذه السيطرة عند منعطف واتجه مباشرة نحو عمود كهربائي. النتيجة، سحق الجانب الأيمن بالكامل، وقد نجا السائق بأعجوبة، وكذلك المحرك. في الواقع باع تود المحرك مقابل 9000 دولار. إنه محرك بسعة 3.3 لترات، أحد أكبر المحركات وأكثرها قوة. في أحسن حالاتها يمكن لسيارة كاريرا أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان. هيا يا شباب هيا. ولكن هذه في حالة دمار تام بسبب الصدمة الأمامية الهائلة، معظم الوزن في الخلف. أعلى. مشرف الورشة سام كيشيشيان يعلم أن العمل تحت 1300 كيلوغرام من كسرات المعدن غير المتوازنة غاية في الخطورة. حسنا لنبدأ، أخرجوا العجلتين بسرعة. سوف نزيل العجلتين وبعض المكونات الأخرى فورا لنخفف من الوزن كي يصبح العمل آمنا. انتظر. حسنا. يمكنهم الآن فك المحرك بأمان. إلى الأسفل ببطء. إلى الأسفل. حسنا توقف. الأسفل. أجل هكذا. توقف يا جاك. ارجع ببطء. إنه محرك وحش. سام يمكنني النزول؟ أجل انزل. يزن 180 كيلوغراما. توقف توقف، سوف يسحقك. إذا علق أحد تحته هنا سيسحق. سيخرجونه بالرفش. بشكل مفاجئ إنه في حالة رائعة بعكس القادم التالي. يتفقد تود ديكيرمان البوكستر ذات المحرك المنفجر. أجل، إذا كان المحرك قد انفجر عليك تفحص الأجزاء. جو هو من جلب السيارة من المالك. ليس سيئا يا جو، المصابيح الأمامية بحالة جيدة وتساوي 1500 دولار للزوج. تفقد الجزء الداخلي، تأكد منه. والجزء الخلفي أيضا لنرى. تعال. أجل هذا هو المحرك المنفجر، وفكته الورشة لكن المالك لم يدفع وتوقف التصليح فقرر التخلي عن السيارة. عدا عن المحرك السيارة بحالة رائعة. كل شيء يباع تقريبا. غطاء المصد مباع، وناقل الحركة مباع، والمكابح مباعة. هناك الكثير من سيارات بوكستر، ولذلك يسهل بيع قطعها. محرك البوكستر هذه ميت، لكن محرك تيم طراز 89 على وشك أن يحيا من جديد. تم تحويله في أكسيوم للمحركات من قبل المالك جوزيف توليفا. مرحبا، أين المحرك؟ تجاوزته للتو. كيف حالك؟ أنا بخير. ها هو. حسنا رائع، هذا مذهل، قمت بالكثير من العمل.
قام بتثبيت نسخة جديدة لزيادة تدفق الهواء واخترع نظاما لتوصيل الوقود. وضعنا غلافا أكبر مع مروحة كبرى لسحب الهواء ليبقى المحرك باردا. والشاحن التوربيني الجديد هو ما يعطي المحرك الدفع الإضافي. إنه يعطي المحرك المزيد من الهواء بشكل أسرع، ما يعني المزيد من القوة والسرعة. النتيجة النهائية كانت قوة هذا المحرك 275 حصانا، الآن وفق ما هو مبرمج له سيكون بقوة 350 إلى 375 حصانا، لكنه يصل إلى 550 حصانا. تم سائق حافلة، لذا سوف يفوق هذا ما يحتاجه. سيكون هذا أسرع من الحافلة. أنت مسرور؟ حسنا. هي لنركبه يا رجل. أكثر بقليل يا... حسنا. قليلا فقط، حسنا، هذا جيد. حسنا. سننزلها لنجربها. قبل 20 عاما قاد تيم هذا الطراز للمرة الأولى وأراد الحصول عليه حينها. أحاول الرجوع بالزمن، سأكون شابا بقلبي، أنا مستعد لقيادتها. حسنا، إنها بانتظارك. حسنا. تيم هاوي جمع يهتم فقط بطراز واحد، وفي مركز التفكيك في لوس أنجلوس هناك زبون آخر يجمع منذ عقود. مدهش. لابد من أنك جو. لابد من أنك توني. كيف حالك؟ بخير. لابد من أن هذا الوحش طراز 75. صنعت هذه السيارة عام 75، لكن توني ركب كل جزء منها باستخدام مكونات من نماذج من بورش على مدى سنوات. سمعت أنه قبل وجودي هنا بثلاث أو أربع سنوات كنت تحصل على قطع كثيرة. ربما منذ أكثر من ذلك، فكل شيء في السيارة من هنا. أحقا؟ هذه ثلاث قطع صنعت معا. غيرت الزجاج، أضفت المصباح، وضعت الوهج التوربيني، وغيرت مقابض الأبواب وبعض النوافذ والمرايا الجديدة. جربت عدة أغطية لأننا وضعنا مخزن الوقود في الداخل. الحقيقة الهيكل فقط هو الأصلي، لكن المحرك لفت نظر جو. واو، هذا المحرك كان خردة. صحيح، منذ زمن. قام توني بأكثر من مضاعفة قوة المحرك. إذن وضعت الشاحن المضاعف هنا. إنه كبير لدرجة أن أدوات التبريد لا تتسع. يا إلهي، جهاز التبريد جانبي. واليوم تستمر جهوده. إنه عمل متواصل وسيستمر. أريد أن ألقي نظرة، أريد فحص المقاعد. حسنا، لنتفقدها. في هذه الأثناء في الورشة يخرج الطاقم آخر سيارة اليوم، كاريرا 979 محطمة. لقد أزالوا المحرك ولم يتبقى لهم الكثير، إلى أن ينظروا إلى لوحة القياس. معايير سيارة كاريرا مجمدة. إنه مشهد قلما يراه تود. تعرضت هذه السيارة لصدمة قوية لدرجة أن عداد السرعة وعداد دوران المحرك لم يعودا للصفر، وكأن الزمن تجمد حينها، ما يظهر كم كانت السرعة عالية. لقد ثبتت على 4000 دورة في الدقيقة و112 كيلو مترا في الساعة، لكن عداد السرعة انخفض قليلا وعدد الدورات ثبت عند ذلك الاصطدام لشدته. نرى هذا في حوادث الاصطدام القوية، وقوى الجاذبية كانت قوية بحيث تجمدت التروس. بالنسبة إلى سام كيشيشيان، هذه المعايير تستحق الإنقاذ. انتظروا كي أحضر السيارة. لكن هناك بابا عالقا، لذا لا بد من القص.
يحصل سام على ما يريد أخيرا. يمكنني التوقف. ولديه مكان لها. بدأ بعمل جدار اصطدام. جاك، ثبت هذا جيدا للمجموعة. الشاحن التوربيني يصل لسرعة 160 كيلومترا. سوف أضع هذا. سأضعه تذكارا لهذا المحرك الجبار. إنه الجانب المظلم للسرعة الفائقة. انتهيت. تم إخراج مكونات السيارة المحطمة رسميا، وبقي أمر واحد على سام القيام به: إعادة معالجة بقاياها. وهذا يعني رحلة إلى فناء الخردة. هذه المنشأة لا تختص بسحق السيارات، لكن هنا تتوفر الأداة المناسبة لذلك. أدوات اليوم: لوح من الفولاذ يزن 3 أطنان ونصفا، هيكل السيارة 997 الفخم سحق. انتهى الأمر. وبقيت قطع للتخلص منها. أجر سام $100. سيارة بقيمة 100,000 تصبح $100. مدهش. لا أصدق. في مركز التفكيك حان وقت إغلاق الورشة. أما بالنسبة إلى المكتب فالعمل الحقيقي على وشك البدء. ها هو ذا، هذا هو التصوير الخاص بحدث هذا اليوم. قام إفرن مؤخرا بجري سيارته من طراز 964 في سباق ضد سيارة يابانية، ولسوء حظه لدى ريتش تصوير لذلك. ها هو إفرن يتنافس ضد سيارة سيفيك 91. لم يكن واثقا أين سيتوقف، لكن مع بعض المساعدة ها هو ذا، ها هو ينطلق. أترى؟ عجلاتي أخيرا تتمسك بالأرض. أسرع من شركة الخدمة السريعة. رائع. إنه تسجيل قيم. في السباق التالي سوف أنتقم. في الواقع سوف يحصل على فرصته، لأن غدا هو يوم السباق. أخرج الطاقم مكونات 3 سيارات محطمة، وأنقذ مكونات بآلاف الدولارات. لكن القطع لن تبقى على الرف، سوف يبيعونها في نادي سباق بورش. وهذا ليس مجرد عمل دون متعة، سوف يذهب الرجال إلى هناك ليتنافسوا في هذه السيارة من طراز 993. كيف تخرجها يا لورينزو؟ الجميع ما عدا ريتش، إنه يبيع قطع بورش، لكن سيارته أمريكية ترانس إم مع سلاح سري أسفل الغطاء. هذا هو محرك عملاق LS كورفيت 1. مع مهاراتي لا منافسة، سأهزمهم. في حلبة السباق يعرض الفريق القطع للبيع.
بينما يتفقد ريتش السيارة المنافسة. هذه الأشياء رشيقة، إنها محكمة، سريعة وثابتة وجيدة. هذا مخيف. هناك سبب لقلقه. سوف يقود سيارة بمحرك أمامي على مضمار متعرج يلائم البورش ذات المحرك الخلفي، لذا على ريتش أن يعتمد على المهارة. يقول الجميع لنرى ما ستفعله الترانس إم. هنا تتألق البورش بخلاف السيارات الأمريكية. يضع ريتش رقمه في السباق على سيارته. ويأخذ موقعه أمام سيارة الفريق 993. إيفرن من المبيعات هو الذي يقود. إيفرن، هل أحضرت البراغي؟ لأننا سنقتلع أبوابك. يتسابق كل منهم بشكل منفصل لتحقيق الزمن الأفضل، وريتش سينطلق أولا. أنا جاهز. دقيقة وعشرون ثانية. زمن ريتش هو دقيقة وعشرون ثانية. رائع، وقد أوقع مخروطين. مخروطان، لكن الوقت جيد. التالي هو إيفرن. في آخر سباق هزم شر هزيمة أمام سيارة سيفيك. هناك سبب، احترقت دواسة القابض وعلقت، وكان ذلك يوما رهيبا، لذا عليه أن يثبت قدرته. لفة واحدة أخيرة. انتظري انتظري، هذا مبهر. رائع عزيزي، أنا أفتخر بك. سوف يضع اللوم على العجلات. سوف أتفاخر الآن. لكن الاصطدام بمخروطين أضاف 4 ثوان إلى زمن ريتش، ورسميا إيفرن هو الفائز. أجل، عمل جيد، يجب أن نعيده. أجل. جميعنا فائزون هنا، جميعنا بالتأكيد. 40 ثانية. وبالنسبة إلى ريتش فقد أثبت أن المحركات الأمريكية تتحدى الألمانية. 14 ثانية. نعم، 14 ثانية. هذا جيد. انتهى السباق، لكن فرص البيع بدأت تتون. أخذت هذه من سيارة من طراز 964 لعام 90. إنه نظام امتصاص الهواء من محرك سيارة من طراز عام 90. هذا نظام الامتصاص الأفضل وأنا أبحث عنه، إنه مناسب. كل هذا جزء من إرضاء الحاجة إلى السرعة.